بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم الله. اليوم إن شاء الله سنكون في السلسلة التعليمية الخاصة بإدارة التعليم عن بعد لعضو هيئة التدريس بالجامعة. أي عضو هيئة التدريس لأي مقرر من المقررات التي في الجامعة، كيف يدخل على نظام التعليم عن بعد، كيف يتعامل مع النظام. طبعا أولا بداية توجب عليك أخي عضو هيئة التدريس أن تقوم بنسخ الرابط التالي. هذا الرابط إن شاء الله سيكون معنا في أسفل الفيديو. تنسخ هذا الرابط اللي هو خاص بإدارة التعليم عن بعد lms.uqs-ye.info. هذا نقوم بنسخه بالطرق المعروفة للنسخ، ونقوم بلصقه في أي متصفح من متصفحات النت الموجودة عندك في الجهاز. على سبيل المثال لو افترضنا أن نقوم بنسخه على هذا المتصفح، نقوم بنسخ أو بلصق الرابط بعد الضغط على زر انتر، تكون معنا الآن نافذة الدخول. نافذة الدخول. لو افترضنا الآن أنه عضو هيئة التدريس، طبعا سيعطى لهم مسبقا اسم الدخول مع كلمة المرور. طبعا لو عندي الآن هذا الأستاذ والدكتور إسماعيل السلفي مع كلمة المرور الخاصة به، هذه صفحة أو لوحة اللوحة الرئيسية أو الصفحة الرئيسية الخاصة بعضو هيئة التدريس إسماعيل السلفي. طبعا إسماعيل السلفي هنا يعطيه جدول المحاضرات، هو الآن عنده محاضرة واحدة فقط اللي هي علوم القرآن. علوم القرآن يوم الأحد، يوم الأحد عنده مادة علوم القرآن لقسم القرآن وعلوم القرآن. طبعا هذه لوحة التحكم، هذا جدول المحاضرات، نافذة النشاطات. طبعا لو في أي نشاط أقيم في الجامعة أو في الكلية يعني خبره يكون مباشر في هذه النافذة. منشورات أيضا، إذا في أي منشور من إدارة الكلية بخصوص أي عملية من عمليات التعليمية تعطى لعضو هيئة التدريس فتكون مباشرة في هذه الخانة. هذا جدول الامتحانات أيضا، لو كان جدول الامتحانات جاهز فتعطى مقررات الخاصة بعضو هيئة التدريس في هذه النافذة، وإن شاء الله سنأخذه في المقاطع اللاحقة. هذا بالنسبة للمقطع الأول اللي هو بما يخص كيفية الدخول، أيضا لوحة التحكم وما فيها من أيقونات كاملة يمكن التعامل معها. إن شاء الله في المقطع الثاني سنأخذ كيفية الدخول إلى المحاضرة أو كيفية رفع المحاضرة على الموقع، كيفية متابعة الطلاب، كيفية تحضير الطلاب في الموقع، كيفية الردود أيضا على أسئلة الطلاب الحاضرين معنا. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.